طائر الأسرار العجيب ورسول الأنبياء الهدهد، مخلوق تتجلى فيه آيات الله سبحانه وتعالى. ورد اسمه صراحة في القرآن الكريم بقوله تعالى: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. من أجمل الطيور وأروعها شكلا، تتوج رأسه أعراف ريش مرقطة باللون الأسود في نظم بديع. يعيش في السهول والتلال والبساتين وبجوار المدن. هو صديق الفلاحين، ينظف الأرض من الديدان واليرقات والآفات. وجوده في مكان ما دليل على نظافته ونقائه وخلوه من المبيدات الكيميائية. الهدهد من الطيور غير الاجتماعية، غالبا ما يكون وحيدا أو مع شريكه فقط، لا يحتاج إلى الجماعة في طيرانه وهجرته. ذكر الهدهد طائر وفي لشركته لا يرتبط بغيرها أبدا، إذا فقدها أو حصل لها مكروه يصوم عن الطعام والشراب حتى تعود، وإذا ماتت لا يعاشر أنثى أخرى من بعدها، وقد يصيح حزنا عليها بأعلى صوته حتى يموت. كذلك أنثى الهدهد لا تتزوج إلا مرة واحدة فقط، تتفانى في العناية بصغارها، تغرقهم بسائل كريه الرائحة لحمايتهم من المخاطر. تبني طيور الهدهد أعشاشها في تجاويف الأشجار والمنحدرات والجدران على خلاف سائر الطيور. كما يتميز الهدهد بالذكاء والمراوغة وبسرعته في الطيران، ويعرف بقدرته على تحديد الاتجاهات وكشف المياه في باطن الأرض، كما يجيد التخفي والدفاع عن النفس بشكل سلمي مبهر. ولعل كل هذا ما أهله أن ينال ثقة النبي سليمان عليه السلام ويكون مبعوثه الخاص إلى مملكة سبأ، وسببا في هدايتهم. وقد أثبتت دراسات حديثة أن الهدهد أكفأ من الحمام في استخدامات النقل والاتصال لسرعته وقدرته على تحمل الجوع والعطش وذكائه، وهو ما يفسر مجددا استخدام نبي الله سليمان له.